السلام عليكم، غيتا يحيوي، منسقة الدولية للحزب المغربي الحر ورئيسة منظمة المغاربة الأحرار بأوروبا والدول الخارجية خارج المغرب. جيت هنايا كنساند وتنساعد في تفعيل هذا اللقاء والتنشيط ديالو من أجل انطلاقة المكتب الجهوي للحزب المغربي الحر بجهة فاس مكناس، وكذلك كعضو من هذا المكتب الجهوي مسؤولة عن لجنة مغاربة الخارج المغاربة بدول العالم. هذا اللقاء بغينا احنا لقاء اولا تواصلي مع الناس اللي معنا في الحزب واللي انضموا لهذا المسار اللي حنايا نشوفوه هو مسار طموح من اجل المواطن المغربي بصفه عامه، وفي نفس الوقت بغينا يكون لقاء ثقافي باش يعطي التميز ويكون فعلي، تهضر على مواضيع الساعه اللي هو دابا كورونا، كل شيء تضرر، كاين واحد الاثار اقتصاديه اثار اجتماعيه، بغينا نعطيو الكلمه للمجتمع، كل واحد يعطينا الشهادات والتصورات ديالو ديال هاد الفتره كيف عاشها، ومن بعد غادي نديروا واحد التحليل منطقي وموضوعي للوضعيه، المشاركه ديال فعاليات المجتمع كما بغات تكون، دونك المواطن اولا بالدرجه الاولى، ومن بعد جميع الفعاليات الاخرى جمعويه سياسيه، يعني فعاليات ديال المجتمع بصفه عامه، وفي الاخير غادي نعطيو التصور ديال الانطلاقه ديال الحزب وكيفاش حنا بغينا نخدموا هاد المقترحات وهاد الاراء وكيفاش تنشوفوا المسار ديال الحزب الفترة المقبلة.